نروح لماتش النهارده. خليني بس اتكلم بقى في جزء مهم جدا بالنسبه للماتشات الاخيره للنادي الاهلي والقرار اللي احنا اتكلمنا عليه كتير، ولكن خلينا اتكلم على الصاعدين. الصاعدين في منهم اثبتوا كفاءه وجداره في المباريات اللي لعبوها، بس انا عايز اتكلم على نقطه معينه وهتكلم فيها مع ضيوفنا الكبار ان شاء الله، نجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، حته حراسه المرمى في النادي الاهلي. حراسه المرمى في النادي الاهلي عايز اقول لكم ان بيبقى فيه منافسه شريفه جدا 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 بين حراس المرمى في النادي الاهلي على مدار التاريخ. على مدار التاريخ انا عشتها من زمان جدا، لاني حضرت كابتن ثابت البطل الله يرحمه، كابتن اكرامي، كابتن احمد شوبير، وشفت المنافسه الكبيره الجميله اللي كانت بينهم. ولكن في الاونه الاخيره الظروف اتغيرت. طيب الفتره الاخيره ناس كتير قالت ان النادي الاهلي محتاج حارس مرمى مع محمد الشناوي. ماشي، لما شفنا بعض المباريات الاخيره لقينا الله، طب ده فيها، ده احنا عندنا جولين علي لطفي ومصطفى شوبير ظهروا بصوره كويسه جدا 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 جدا، حتى عندهم شخصيه زي ما يكونوا بيلعبوا، عندهم ثبات انفعالي في بعض المواقف الصعبه، عندهم جرأه كبيره جدا جدا، يعني الموهبه موجوده. بس خلينا نتكلم بس على مركز حراسه المرمى بالذات ده، لانه مركز صعب شويه. الموهبه موجوده، طيب انا عايز اثقل الموهبه ديت، هل لما اجي اثقل الموهبه ديت انا بتكلم كمدير فني او نادي، هل ينفع تثقل في التدريبات بس ولا لازم مشاركه؟ يعني مثلا محمد الشناوي ياخد معاه علي لطفي، ياخد معاه مصطفى شوبير، هل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ لو اتكلمنا بصوره عمليه هنقول لا ما ينفعش. كويس، طيب المفترض ايه؟ المفترض دي بتاعت الجهاز الفني وبتاعت النادي، دي رؤيه. كويس، ولكن انا عندي حارس مرمى اساسي، ولكن انا لما اديت الفرصه للحراس المرمى الاحتياطيين اثبتوا جداره، اثبتوا ان هم في المواقف الصعبه ممكن تلاقيهم، ولكن هل منهم حد يلعب على الحارس الاساسي اللي عندي؟ دي برضه معادله صعبه جدا جدا، مش انا اللي هحلها. ولكن المشكله هنا بنقول ايه؟ طيب احنا عندنا محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر ومن احسن حراس المرمى في افريقيا، حتى وان اهتز مستواه بعض الشيء، ولكن هو الحارس رقم واحد في مصر. طيب انا عندي اثنين كمان حراس مرمى على مستوى كويس، مش عايز اقول عالي قوي لان هم يعني ما بيلعبوش، ولكن لما لعبوا وخدوا لا اثبتوا كفاءه عاليه. طيب في الحاله دي هل احتفظ بواحد منهم ولا احتفظ بالاثنين؟ طيب ما هو طالما بعيد عن الملعب هيتاثر مستواه. هو انا كلاعب عشان انا عندي موهبه، طبعا عندي موهبه وعايز اطلعها، هطلعها في التمرين؟ عايز اثقل الموهبه دي هتثقل بالتمرين؟ لا، لازم العب. فالوضع الطبيعي ان في حد ممكن يقعد والتاني ممكن يعار بره، يلعب سنه يلعب سنتين، ما هو لازم يكون موجود في الملعب اللعيب ده علشان مستواه يتحسن وعلشان الموهبه اللي عنده تثقل، لازم يلعب في الملعب. يبقى على الاقل في واحد من الاثنين دول هيعار، وده في مصلحته على فكره، ده في مصلحته، لانه ممكن بره يلعب سنه سنتين بس هيحط رجله في الملعب. ممكن في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، ده اللي دلوقتي اللي فيها النادي الاهلي دي، ممكن يبقى الشناوي نمره واحد، ربنا يديله الصحه والعمر يبعد عنه الاصابات، والتاني طيب نتكلم عن التاني سواء علي لطفي او مصطفى شوبير، هل هيبقى في امكانيه ان هو يلعب؟ هل هيحصل اللي كان بيحصل زمان ما بين الكابتن ثابت البطل الله يرحمه والكابتن اكرامي، ان يلعب يتلعب ماتش وماتش؟ يعني جول يلعب ماتش، الشناوي يلعب ماتش مثلا، وعلي لطفي او مصطفى شوبير يلعب ماتش؟ صعبه شويه، لان دلوقتي بقى فيه نمره واحد ونمره اثنين. اللي انا عايز اقوله ان انا عندي حتى لو نمره اثنين ونمره ثلاثه على مستوى عالي، لما الفرصه بتيجي على مستوى عالي. ادينا شفنا علي لطفي وشفنا مصطفى شوبير، لا يعني بصراحه علي لطفي اثبت كفاءه في الماتشات اللي لعبها، مصطفى شوبير حارس مرمى صاعد واعد عنده الموهبه، بس الموهبه دي عايزه ماتشات. الموهبه من غير ماتشات مش عايز اقول لك هتموت، لا الموهبه موجوده،
بس المستوى هينزل، مش هيتطور، مش هيطلع، مش هيزيد، مش هاخد الثقه. لان الثقه هتجيلي منين؟ هتجيلي من الملعب. ماتش واثنين وثلاثه حاطط رجلي في الملعب، هل ده ممكن يجي لعلي لطفي ومصطفى شوبير مع محمد الشناوي؟ اظن صعب، اظن صعب، معادله صعبه. طيب اللي بيقوله، في ناس بتقول وفي رؤيه، النادي الاهلي محتاج حارس مرمى، النادي الاهلي محتاج حارس مرمى مع الشناوي. طيب الماتشات الاخيره دي هل كونت رؤيه عند الناس كلها ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود وايه اللي النادي الاهلي محتاجه؟ ايه اللي النادي الاهلي محتاجه في بعض المراكز؟ طيب انا عندي في بعض المراكز، طب ما احنا عندنا لعيبه كويسه، ولا هل عشان مركز حراس المرمى مركز صعب شويه، مركز صعب شويه؟ طب ما اللي هيجي هل هيلعب على الشناوي ولا انا ما اعرفش اذا حد جاي ولا ما حدش جاي. انا بتكلم بصفه عامه، بتكلم بصفه عامه. الماتشات اللي فاتت دي هل غيرت الرؤيه؟ هل غيرت التقييم في بعض الناس او في بعض الامور؟ الماتشات اللي فاتت دي اللي انا عايز اتكلم عنه، ان الماتشات اللي فاتت دي خدنا منها ايجابيات كتير بغض النظر عن النتائج، ما بتكلمش عن النتائج، انما الماتشات اللي فاتت لا، وريتنا مجموعه لعيبه صاعدين في ناس ممكن تصبر عليهم شويه ياخدوا فرصه مع الفريق الاول، في ناس لا ملهاش في الوقت الحالي فرصه مع الفريق الاول فممكن تعار، في ناس ما استغلتش الفرصه جيدا، فيعني مش عايز اقول ان ملهاش دور ولكن مش هيبقى ليها دور الفتره اللي جايه. دي رؤيه النادي الاهلي هيعمل معاهم ايه، دي رؤيه النادي الاهلي. ولكن انا بتكلم على النهارده، بتكلم على جزئيه حراس المرمى في النادي الاهلي. انا من وجهه نظري شايف ان مفيش مشكله، وجهه نظر قد تبدو خطا وقد تبدو صح، ولكن من وجهه نظري انا عندي علي لطفي الفتره اللي فاتت، عندي مصطفى شوبير، ولكن زي ما بقول لحضراتكم كده زمان ايام الكابتن ثابت وكرامي مشيت ماتش وماتش، هل ده ينفع الفتره دي يحصل مع مثلا محمد الشناوي ياخد ماتش وحد تاني ياخد ماتش؟ اعتقد صعبه شويه. رؤيه جهاز فني ورؤيه النادي الاهلي، ولكن احنا عندنا في قطاع الناشئين عندنا مجموعه كبيره من حراس المرمى تبشر بكل خير، في كمان مصطفى مخلوق، في حمزه علاء، يعني بس هي ايه بقى حته المباريات تتحسم ازاي وتتحسب ازاي وتتعمل ازاي وتتحل ازاي مش بتاعتي، ولكن بتاعت مدير فني. ولكن الفتره دي فيها ايجابيات كتير، فيها ايجابيات كتير، الحمد لله فيها ايجابيات كتير على فكره، وبقول برضو الحمد لله، هزيمه تعادل مكسب الحمد لله، لان الفتره دي ليها اهداف تانية خالص غير النتيجه. احنا كنادي اهلي بنبقى عايزين نكسب، ولكن بجانب المكسب في ايجابيات كتير، او بجانب النتيجه في ايجابيات كتير. الايجابيات ان احنا شفنا اللعيبه دي مره تانية وثالثه ورابعه، قد اختلف مع البعض، ان اللعيبه دي جات لها فرص وفرص كتير، ولكن ما لعبتش في ظروف زي اللي احنا لعبنا فيها. دي رابع او خامس مره بقول الكلام ده. اللعيبه دي رفقا باللعيبه الصاعدين، لان في ناس داست عليهم قوي وفي ناس طلعتهم السماء وبعدين نزلتهم الارض، رفقا بيهم لان هم لعبوا في ظروف صعبه، هم داخلين في اختبارات. اختبارات برغم الموقف ده في اختبارات جامده ليهم. انا واحد من ضمن الناشئين، لما لعبت مع فطاحل زي ما بقول لحضراتكم، فدول كانوا سندني. انما الصعوبه انك تلاقي نفسك في ماتش تلعب مع 7-8 ناشئين جنبك. احنا عندنا تفاهم، بس مين اللي جنبي هيشيلني؟ او مين اللي جنبي هيسندني؟ فريق حد من الفريق الاول. لما تيجي تتكلم الماتش اللي فات كان مين؟ رامي ربيعه، ما كانش في حد حواليا، رامي ربيعه واحمد عبد القادر وكريم فؤاد، الباقي كله ولاد صغيرين 8 اجادوا، البعض منهم اجاد، خلينا برضو نتكلم شويه بواقعيه، البعض منهم اجاد، والبعض منهم حتى الان ما ظهرش بالصوره اللي احنا ناملها يعني، ولكن فرصه للعيبه الصاعدين. اللعيب الكويس بيتشاف، اللعيب الكويس بيلفت النظر،
ولكن محتاج فرص، مش فرصة، محتاج فرص انه يلعب في ظروف طبيعية. الظروف الطبيعية انك تلعب في وسط اللعيبة الكبار، في وسط الفريق الاول، في وسط الفريق الاساسي. دي من وجهة نظري. الحاجة التانية بقى اللي احنا احيانا بناخدها عليهم الروح والحماس والارادة. ساعات بتقل. الوضع الطبيعي ان انا كناشئ لا دي تبقى عندي عالية قوي 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 لاثبات الذات. دي بس اللي احنا ده عن نفسي انا، دي بس اللي انا باخدها عليهم. ولكن نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه، وناقص مباراتين النهارده والمباراه الاخيره ضد سيراميكا كليوباترا، اتمنى ان اللعيبه دي زي ما بنقول كده بقى بالبلدي تموت نفسها في الملعب، تموت نفسها في الملعب، لان دي فرصه العمر، دي فرصه العمر، دي اللي هتحدد لك مستقبلك. انا بكلم اللعيبه الصغيرين او الصاعدين او حتى اللي متواجدين اللي عليهم كلام، دي هتحدد مستقبلك. هتكمل في النادي الاهلي ولا هتروح حته تانية بره النادي الاهلي؟ بس فهي الفتره دي فتره حسم للشباب، هي جت كده، هي ظروفها كده، ظروفها ان مجموعه كبيره هتلعب مع بعض، هي ظروفها كده. فلما بنزل الملعب اموت نفسي، يعني ادي اقصى امكانياتي، ممكن ما اكونش موفق بس هيبان الولد دوت لعيب كويس، الولد دوت هيكمل. زي يعني انا مثلا لفت نظري اتنين لعيبه لافتين نظري ظهروا بصوره كويسه، زياد ومحمد اشرف، وان كان محمد اشرف في الماتش الاخير ما كانتش ماشيه قوي، ولكن دول ظاهرين. بعد كده يجي بعض اللعيبه بنسب متفاوته، ولكن الاتنين دول ظاهرين. ميدو نبيل ظاهر، الباك ليفت بتاع المنتخب الشباب اللي جه لعب الماتش اللي فات ولعب مكان زياد طارق، فخليل، فرأفت خليل. فالمهم لا بيبقى ايه في كده لمسات تقدر تقول الولد ده لعيب كويس، الولد ده يجي منه، لا ده روحه عاليه، ده بيموت نفسه. انا كل اللي يهمني الروح في التوقيت ده، لان انا مش هحكم عليهم كلهم وهم بيلعبوا مع بعض، يعني بصراحه الحكم هيبقى صعب، الحكم ما فيهوش انصاف للعيبه دي. انما اقدر احكم عليهم روحهم عاليه، عندهم اصرار، عندهم عزيمه، عايز يثبت نفسه، عايز يقول انا هنا، عايز يقول ان انا استحق ان انا اكون في النادي الاهلي، ان انا اكون مع الفريق الاول. دي بس اللي اقدر احكم عليه فيها. ما انا ممكن يكون لعيب مهاراته كويسه ولكن بارد وعنده لا مبالاه غريبه، لا ما ينفعش النادي الاهلي ده، لا ده يروح حته تانيه. انما دول لفتوا نظري، لفت نظري الماتش اللي فات بعض اللعيبه بتلعب بروح وحماس عاليه جدا جدا جدا، انا عايز الروح ديت على طول. الناس ابتدت تفكر وتقول ايه، طب ما احنا في بعض المباريات اللعيبه الناشئين لعبت وكسبت، مثلا كسبت اتحاد سكندري 3، كسبت المصري 2، واحنا الدور الاولاني خسرانين المصري الفريق الاول، لا يبقى نلعب الناشئين. لا الامور ما بتقاس كده، والامور ما بتاخدش كده، عشان بس ايه الناس اللي بتقول لك لا الناشئين احسن من الاساسيين، لا الاساسيين، لا هي ما بتاخدش كده بقى. هي ما بتاخدش كده، هي تتاخد ان الفتره دي فتره فيها ايجابيات كتير. ظهر اكتر من صاعد بمستوى جيد يؤهله انه يكمل، واحد اتنين تلاته، بس في ناس ظهرت، في ناس ظهرت بصوره ممكن ما يكونش فيه اعتماد عليها الفتره اللي جايه، يبقى ايه الفتره اللي بعدها؟ شفنا محمد حمدي، شفنا شرقيه، يعني شفنا بعض الوجوه ما كانتش ابدا هتبقى متواجده في الملعب لو ما اتخذش القرار بتاع الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره. النهارده بنلاعب فرقه محترمه، فرقه طلائع الجيش بقياده الكابتن طارق العشري، فرقه بتلعب عايزه تخش المربع الذهبي، بينها وبين فيوتشر 3 نقط، جاي بيقول لا انا عايز اكسب، انا بدور على المركز الرابع، انا عايز اطلع ما بين الاربعه الكبار. حقه، هو عامل موسم جيد جدا 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 جدا، سواء نتائج او اداء، ولكن كل اللي يهمنا ان مجموعه اللعيبه الصاعدين، مجموعه اللعيبه الصاعدين بتوع النادي الاهلي يظهروا بصوره جيده على مستوى الروح اولا، اراده، عزيمه، ويجي بعد كده
امكانياتهم في الملعب. لو عندك الحاجات دي بجانب امكانياتك انت هتكسر الدنيا كلاعب في النادي الاهلي.